طيب خليني بقى اخد حضراتكم لواحده من الازمات الحقيقه اللي في البلد، اللي محدش ينكر ان احنا احيانا كاعلام بنصنع الازمات. ممكن نصنعها بخبر، او ممكن نضخم خبر معين فنعمل ازمه. والمثال على كده مثلا موضوع الدولار. الحقيقه احنا في الاعلام اللي ادينا فرصه للسوق السوداء ان هي تبدا تكبر الاخبار اللي بتنشرها عن الدولار. وانا بقول كده لاني عايزه اتعامل مع بعض الاخبار ولكن بنوع من الدقه. مش هنتجاهل الخبر ولكن هنتعامل معاه بمنطق المسؤوليه. هنقول الخبر وهنشوف مع المسؤولين ردودهم ايه. واحد من الاخبار دي النهارده مثلا في جريده الوفد، في المنشط بتاع الجريده: اشتعال ازمه المحاليل في المستشفيات والشركات الاجنبيه المورده تهدد بوقف التوريد واغلاق ابوابها. طبعا ممكن يكون في خسائر كبيره بسبب تحريك سعر الدولار. المشكله زي ما الجورنال بيقول ان الشركات دي هي اللي بتورد 80% من المحاليل الطبيه للمستشفيات، يعني توقفها عن التوريد وده ممكن ان هو يعمل مشكله للمستشفى ومشكله للمريض. ولكن السؤال هنا، هل وزير الصحه ووزاره الصحه عندهم علم بالموضوع؟ هل الموضوع صح من الاصل ولا لا؟ ده سؤال وعلامه استفهام كبيره لازم ان وزاره الصحه ترد عليها. والحقيقه بمناسبه وزاره الصحه، واحنا بنتكلم عن وزاره الصحه وجايز احنا هنا في تحديدا في البرنامج اتكلمنا بما فيه الكفايه عن ملف الادويه، سواء كانت اسعار الادويه، سواء كانت منتهيه الصلاحيه او لا، سواء كانت توافر الادويه ولا لا، والادويه كمان اللي بيعاد تدويرها. يعني ملف اسعار الادويه مفروض ان هو اتقفل بعد رفع اسعارها وبعد ما اتحلت الازمه ما بين الصيادله وما بين وزاره الصحه. النهارده بقى في ملف تاني الحقيقه نفسي ان هو يكون قرار الوزير بشانه نهايه لهذا الملف. الملف ده بتكلم عن الادويه منتهيه الصلاحيه اللي ممكن تكون موجوده في الصيدليات، وده طبعا بعد صدور قرار من الدكتور احمد عماد وزير الصحه بالزام كل شركات الادويه ان هي ترد المرتجعات من الادويه منتهيه الصلاحيه خلال عام عشان ضمان سحبها من السوق. القرار ده هيبقى الحقيقه او هيبدا تطبيقه من النهارده، واداره التفتيش الصيدلي هي المكلفه بمتابعته. الدكتور عماد وزير الصحه قال ان الشركات هتمتنع عن تنفيذ القرار اللي هيتم النظر في ايقاف التعامل معاها جوه الاداره المركزيه للصيدله في الوزاره، واشار الى ان اهميه القرار ده في انه يغسل السوق من كل الادويه منتهيه الصلاحيه، وان هو كمان يقطع الطريق على مافيا تدوير الادويه منتهيه الصلاحيه. للمره الاولى بنلاقي نوع من انواع الاتفاق ما بين وزاره الصحه ما بين نقابه الصيادله، بعد ما اعلن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادله ان قرار الوزير هو الاول من نوعه في تاريخ الوزاره، وده معناه سحب 150 شركه من الشركات اللي بتصنع محلي و1200 شركه من اللي بتصنع لدى الغير لادويه منتهيه الصلاحيه اللي موجوده في الاسواق، اللي ممكن تكون قيمتها كبيره جدا، ممكن تكون 400 مليون جنيه. كمان نقيب الصيادله كشف ان القرار ده هيخفف العبء على اقتصاديات الصيدليات بشكل كبير، خصوصا ان الصيادله في ازمه بسبب ارتفاع اسعار الادويه. القرار ده الحقيقه قرار في الاول وفي الاخر هو لصالح المريض. الادويه منتهيه الصلاحيه ووجودها في السوق ده نوع من انواع المافيا فعلا، دي مشكله كبيره لازم ان وزاره الصحه تبدا ان هي تركز عليها خلال الفتره الجايه. بتكلم عن صحه مواطن، بتكلم عن مرتجع ممكن الصيدليه ترجعه ومش هتخسر حاجه. يعني انا معايا على التليفون الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابه الصيادله. دكتور مصطفى صباح الخير واهلا بحضرتك. دكتور مصطفى؟ ايوه صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. دكتور مصطفى، قرار وزير الصحة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق ممكن يقفل هذا الملف تماما ولا ممكن نلاقي تلاعب بصورة أو بأخرى برضو؟ لا، هي طبعا في البداية دي خطوة جيدة في طريق إصلاح أو تطوير أو تعديل منظومة. طيب. لأن فترة سنين طويلة بنقول لازم نقفل الملف ده، يزدى الستار تماما على الأدوية منتهية الصلاحية عشان نمنع تداول الأدوية مرة تانية في بعض الاماكن اللي غير مرخص للبيع فيها. اما يكون في عندها دواء منتهي الصلاحيه كانت ممكن تعيد تدويره مره ثانيه ويوصل للمواطن البسيط، فبالتالي تبقى فيها مشكله على صحته. القرار بنقول ان بنبدا لسه هنكمل عشان في حاجات لسه بقى كتير نشتغل عليها، ولكن احنا بنثني على ده ان احنا بدانا بيه بدايه كويسه،
ان شاء الله نبدا نكمل واحده واحده عشان نبدا نحل مشاكل المنظومه اللي متراكمه من سنين طويله. طيب دكتور مصطفى، شايف ان ممكن يتم ازاي التعامل مع الشركات اللي ممكن تمتنع؟ والله انا كنت اتمنى ان يكون القرار فيه عقوبات واضحه وصريحه، لكن العقوبه اللي موجوده ان بيتقال هيتم النظر في وقف التعامل مع الشركه اللي هتخالف في الاداره المركزيه. وقف التعامل ده ممكن مثلا مش هيكون في اي ملف خاص بيها، مثلا محتاجه تسجل دواء جديد او محتاجه تسعر دواء او، فده اسمه وقف التعامل مع الاداره المركزيه. نتمنى ان احنا ما نوصلش لموضوع العقوبات، نتمنى ان احنا كله يلتزم عشان الناس مش واخده بالها من نقطه مهمه، ان القرار مش مصلحه الصيدليات ولا لا، القصه الصيدليات والشركات بتاعت الادويه نفسها والمواطن. ما لما تكون في جهه مش كويسه مصانع تحت بير السلم بتعيد تدوير دواء منتهى الصلاحيه ويوصل للمريض ياخده هو مش هو منتهى الصلاحيه، فبالتالي مش هيجيب مفعول كويس. تمام. هيقول الدواء بتاع شركه كذا مش كويس، افقد الثقه فيه، فبالتالي شركه نفسها بتضر، وعلى المجمل سمعه الدواء المصري بتضر. فالموضوع مش قصه علاقه تجاريه، عشان دايما برفض الكلمه دايما تتقال في مجال الدواء، انا بقول ده امن قومي، مهم جدا نهتم بالملف ده. طيب حضرتك يعني تقترح ايه مثلا كعقوبات ممكن تكون على الشركات اللي بتمتنع عن تنفيذ هذا القرار؟ لا انا كنت بس اتمنى ان يعني زمان اتخذ قرار ان انا عندي لو شركه ما التزمتش بيه زي مثلا يتم سحب قرار التسعير بتاعها. انا عندي كان المفروض في عندي قرارات ابدا مش عايز النظر، لا ده وقف فوري لكل اعمال الشركه في وزاره الصحه. كل اعمال الشركه في الاداره المركزيه، يعني انا جاي لي شحنه من بره فيها ماده خام، ده كله يقف، ما فيش افراج جمركي، ما فيش تحليل هاخدها تحلل عينات خاصه بيها، ما فيش تفتيش مصانع هيديك موافقه عشان تطلع باتش، يبقى انا كل الاجراءات ده هو اسمه التعامل. بس انا كان نفسي مش حاجه اسمها اعاده النظر. لا هو فعلا ما فيش اي خطوه هتخطوها الشركه دي من خلال الجهه التنفيذيه اللي هي الوزاره، وزاره الصحه او الاداره المركزيه. تمام. بشكرك دكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابه الصيادله، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك معنا.